حاجاتنا لما نعمل لها ريسايكلينج احنا بنفيد حتى الطبيعة بدل ما نرميها. يعني انا من الناس اللي ما احب ان اخذ الشيء وارميه، يعني لما ارميه احس بالذنب انه حياخذ وقت لما يتحلل ولما يعملوا له ريسايكلينج وكذا، لما انا اسوي له ريسايكلينج بنفسي. يعجبني ومرة شيء يعطيني أمل كبير لما هم يرسلوا لي صورة شيء يقولوا شوفي هذه قلدناكي، شوفي هذه سوينا زيك، شوفي استفدنا من وقتنا وعملنا هذا الشيء، شوفي هذا فني بس إنه على قدي بس إنه فن، يعني نحاول نجاريكي. ترى شيء مرة حلو.